وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من السودان يسأل، يقول أن زوجة أخذت أموالا من زوجها، فقال لها: هل أخذت القروش؟ القروش بلهجة السودان يعني الفلوس. فقالت: لم أخذ شيئا. فقال لها: إن ثبت أنك أخذت فأنت طالق. فهل لها أن تحلف أنها لم تأخذ شيئا حتى وإن كانت كاذبة؟ نقول: أيها الكرام الفضلاء، هذه المسألة أهل العلم يعرفوها بما يسمى ويطلق عليه كذب، الكذب بين الزوجين. ما حكمه؟ ما حكمه؟ الأصل أيها الكرام الفضلاء الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأصل هو الصدق، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل صادقا ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا لما قيل الرجل على باب التغليب، وإلا دخلت فيه المرأة، لأن الأصل في خطاب الشرع كما في القواعد العموم، إلا أن يدل الدليل على الخصوص. لكن الرخصة جاءت بجواز أن يكذب أحد الزوجين على الآخر للحاجة والضرورة والمصلحة. أعيد: جاز لأحد الزوجين أن يكذب على الآخر للحاجة والضرورة والمصلحة فيما يزيد الود والمحبة ودوام الإلفة واستقرار الأسرة. يعني مثلا أن يقول لها: والله أنت غالية عندي، طبخك جميل، بيتك مرتب، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. شريطة ألا يكون أكل يؤدي لأكل الحقوق أو ترك واجبات. طيب، والدليل؟ الدليل عند الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل الكذب إلا في 3: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، وأيضا كما قلنا تحدث المرأة الرجل لترضيه. والكذب في الحرب، يعني الكذب في حالة الحرب حتى لا تدل العدو على بيضة المسلمين. والكذب ليصلح بين الناس، أن يقول له: يا أخي، يعني اثنان متخاصمين، فيقول: ما يقول عليك إلا خيرا، ولا يذكرك إلا برا، إلى غير ذلك. ومن هنا قال النووي رحمه الله في شرح الحديث عند مسلم، لأن حاتينا من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط إن شاء الله عز وجل في الصحيحين وفي السنن، قال: وأما كذبه لزوجته وكذبها له، فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين. وعليه الآن هذه المرأة التي أخذت من هذا المال، إن كانت أخذت من هذا المال ما يكفيها، لأن الرجل مسيك أو بخيل، كما في قصة هند بنت عتبة لما قدمت النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين والسنن. قالت: والله، يعني والله ما من أهل بيت كانوا أحب إلي أن يذلوا، أو من أهل خباء من خبائك، والآن ما من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، وإن أبا سفيان رجل مسيك، فهل آخذ منه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإن كانت هنا هي الرجل المسيك، فأخذت ما يكفيها بالمعروف لولدها، وليس أخذت من ماله، لأن ليس لها الحق أن تأخذ من ماله بغير حق. فإن الرجل إذا كان لم ينقص عليها شيئا في البيت ولا شيء من هذا، وأخذت من ماله استكثارا لنفسها، فلا شك أن في هذا خيانة للأمانة.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن في الصحيح، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهنا في هذه الحالة هي تأثم بذلك. طيب إذا طلب اليمين، إن في المعاريض كان في الحديث لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالإنسان المقصود هنا بالكذب هنا هو استخدام المعاريض، أن يقول شيئا وله مقصد آخر والسامع يسمعه بمعنى آخر. مثل نضرب على ذلك مثالا، مثلا ويقول له هل أخذت من المال، فيقول والله لم أخذ شيئا، وهو يقصد في كلمة شيئا شيئا آخر غير المال، والمستمع يقصد أنه شيئا مقصود به المال. فمن باب هنا المصلحة ودرء المفسدة وجلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهنا لا حرج من استخدام المعاريض. ولذلك الشيخ بن باز يقول في فتاوى على المؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، لأن الإكثار منها يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين كذب كان أشد تحريما. لكن لو دعت الضرورة والمصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك. ثم ساق حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط عند مسلم أن النبي قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. قالت ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فعلى ذلك الإنسان يستخدم المعاريض. لكن هنا هو قد جعل شرطا وقال لو ثبت أنك أخذت المال فأنت طالق، ومن هنا قد جعل الطلاق مبنيا على شرط، وهو ثبوت إنها لو أخذت المال. فهنا لا ينجيها في مسألة أنها حلفت كاذبة، ولا سيما إذا كانت قد أخذت المال زيادة عن حاجة ولدها، فإن أخذها للمال لحاجة ولدها حتى وإن حلف هو بذلك وشرطه بذلك لا يقع، لأن الشارع قد رخص خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن إن أخذت بغير ذلك حتى ولو استخدمت المعاريض وحتى لو كذبت، فإن الطلاق في أصح أقوال أهل العلم أنه يقع، إلا إذا كان يقصد به اليمين فهذه مسألة أخرى، ويرجع في المسائل هذه إلى التقاضي في بلادكم. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحريره صوتيا في ظهيرة الأربعاء الاثنين خلونا من جماد الآخر لعام 43 و400 تعدنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعم جماعة المسلمين، واحفظ والدتي على طاعته، وارزقني بالرحمة والسلام. اللهم صل على محمد وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.